رغم أن مهنة الحلاقة تعتمد بشكل أساسي على اليدين، إلا أن هذا الشاب الإسباني كسر هذه القواعد، حيث برع جابرييل البالغ من العمر 21 عاما في هذه المهنة رغم أنه ولد من دون يدين. ذات يوم بدافع الفضول بدأت بقص شعر أصدقائي وإخوتي، وأعجبني الأمر وصرت أتحسن يوما بعد يوم. في بداية حياته المهنية شكلت يد جبريال عائقا له مع الزبائن الذين تخوفوا منه في بداية الأمر. مظهري لا يشجع الزبائن على قص شعرهم، ولكنهم حينما يرون في النهاية قصة الشعر لا يصدقون أنفسهم. وما شجع هذا الشاب على تحدي ظروفه أنه لم يشعر قط أن قدرته محدودة بسبب حالته الصحية. نحن نضع عوائق أمام أنفسنا وأمام أهدافنا، ولكن عليك أن تتقدم دائما ولا تدع ما يقوله الآخرون يشغلك عن هدفك. هذا الشاب وغيره ممن لديه ظروف خاصة يضربون نموذجا لغيرهم من الأصحاء بأن التحدي والمثابرة طريق النجاح.